الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الأذان، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان حرص الشيطان على إخلال الصلاة وعلى تفويت الأجور فيها على العبد، ولذلك يعلم المرء شدة عداوة هذا الشيطان لبني آدم وشدة عداوته للمسلمين، لأنه يريد أن يخلي بينهم وبين الأجور العظيمة المترتبة على الإقبال على الله عز وجل في هذه الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم العبادات وجل الطاعات، صلة بين العبد وربه. فالشيطان يريد أن يقطع هذه الصلة بأي وسيلة كانت وبأي طريقة كانت، فإن لم يستطع فإنه على الأقل أنه يشوش أو ينقص الأجر. ولذلك ليس للمرء في صلاته إلا ما عقل منها، ليس له في صلاته يعني من الأجور إلا ما عقل منها. والسبب في ذلك أن الشيطان يأتي إليه في صلاته فيصرفه عن الإقبال عليها ويصرفه عن الخشوع فيها، حتى يذكره بكذا وكذا من الأمور حتى لا يخجع في صلاته، ويأتيه بالأمور التي لم يذكرها من قبل حيلة منه، حتى ينشغل الفكر وينشغل البال وينشغل القلب عن الإقبال على الله عز وجل في هذه الصلاة. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة يعني الأذان أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. أدبر نفوراً من سماع الأذان، لأن الأذان توحيد ودعوة إلى هذه العبادة العظيمة، فهذا يحزن الشيطان فيدبر وله ضراط. وهنا الأمر على حقيقته كما ذكر أهل العلم، والعلة في ذلك حتى لا يسمع التأذين، لا يسمع الصدح بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد. وأيضا ذكر بعض أهل العلم فائدة، قالوا: وقد يكون يعني سبب هروبه ونفوره من سماع التأذين حتى لا يكون من الشاهدين يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي مر علينا، حديث أبي سعيد الخدري، قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فحتى لا يتحمل الشهادة فإنه يهرب من سماع الأذان. وعلى كل حال الشيطان يهرب من الأذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع التأذين نفوراً من التوحيد، هذا هو الأصل. وقد تكون هذه الفائدة ذكرها العلم أيضاً داخلة في هذا. وجاء في رواية عند مسلم: أدبر الشيطان وله حصاص، والحصاص هو العدو السريع. فيجتمع لدينا معنيان ويجتمع عندنا أمران في هروب الشيطان وإدباره عند سماع الأذان، أنه له ضراط وله عدو سريع حصاص، كل هذا نفوراً يفعله نفوراً من سماع الأذان. قال: فإذا قضي النداء يعني انتهى الأذان أقبل، يعني رجع إلى المصلين إلى المقبلين على الصلاة، ثم حتى إذا توب للصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر،
لأن الإقامة أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. المراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، فبينهما صلاة، صلاة ركعتين سنة، فسميت الإقامة أذانا. فهنا الشيطان يدبر كما يدبر في الأذان إذا سمع الإقامة، حتى إذا قضي التثويب أقبل فيدخل على المرء في صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وهنا يشرع الإنسان في مثل هذه الحالة كما جاء في الحديث الآخر أنه يستعيذ من الشيطان، وله أيضا أن يتفل عن يساره ثلاثا إذا لم يكن أحدا بجانبه. فهنا يعلم المرء حرص الشيطان على الإخلال بهذه الصلاة العظيمة، فعندها يعظم حرصه على هذه الصلاة، لأن الشيطان ما حرص على الإخلال بها إلا لعظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.